سوء الأحوال الجوية تؤجل مباراتين من الجولة 19، حيث أعلنت الرابطة المحترفة عن تأجيل مباراة اتحاد والسوف ونجم بن عكنون إلى يوم السبت بعدما كانت مبرمجة يوم الجمعة. طائرة الضيف نجم بن عكنون عادت إلى الجزائر العاصمة بعد استحالة هبوطها بمطار والسوف بسبب عاصفة الكثبان الرملية. أما المباراة الثانية التي تأجلت بين أتلتيك بارادو واتحاد بسكرة بسبب إلغاء الرحلة الجوية لفريق اتحاد بسكرة إلى العاصمة، وهو الأمر الذي جعله يرفض السفر برا إلى تيزي وزو حفاظا على سلامة الوفد. قرار الرابطة جاء بموافقة الأندية المستقبلة التي راعت الظروف المناخية التي حالت دون وصول الأندية في الوقت المحدد. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.